ازيكم يا جماعة؟ النهاردة يوم الاثنين، يوم الاثنين مش الاثنين في الشهر. بطولة فانكوفر يوم السبت، فاحنا دلوقتي 5 ايام من البطولة. حبيت بس اشارك معاكم الوضع الحالي جسديا وعقليا. طبعا نفسيتي بصراحة تعبانة جدا، لان دي تالت بطولة. يعني وانا عادة انا عمري ما عملت اكتر من بطولتين في السنة، وكان الفرق ما بينهم 5 شهور، ف كان في وقت للراحة، فاهم؟ بس انا بعد اول بطولة كانت في شهر 4، فالتجهيز اصلا بدأ من شهر 1، بعدين كانت نص 4، بعدين نطينا على طول في 3/6، فما كانش فيه بريك. وطبعا في الاسبوعين اللي ما بين البطولتين دول مرنت كل يوم. وبعدين من البطولة اللي فاتت لغاية دلوقتي 4 اسابيع. اي نعم، في ايه يا ست؟ ما تيجي معايا في الكاميرا احسن، حتى هنا حتى في البلد دي ما فيش فرق، ما فيش فايدة في البني ادم خالص مهما رحت والله. طبعا في ال4 اسابيع دول الجسم عادة، يعني لما بتبقى في تالت بطولة الجسم يبتدي ايه، بيتعب. فعندك لو انت ما زي ما تقول ايه، ما رفعتش المعيار، مستواك هينزل. فطبعا انا مش عايز كده، انا عايز يعني انا دي دلوقتي انا بحاول اسرق فرصة ان انا ابهر الحكام، لان هم نفس الحكام بتوع المحترفين يعني. فهم دلوقتي عارفيني وعارفين ان انا داخل البطولة الثالثة. فحتى واحد تقريبا رئيس لجنة الحكام بتاع بطولة فانكوفر سأل المدرب بتاعي، قال له هو درة يعني مش هيبقى تعبان، وقال له بالانجليزي he's not burned out، يعني ما اتحرقش لسه. فقال له لا ما تخافش، احنا هنجيبه لكم احسن كمان. هو الاحسن طيب بنشوف. فدي بتبقى صعبة، بس صعبة لان لازم زي ما قلت لك ترفع المعيار. فطبعا في ال4 اسابيع اللي فاتوا فعلا عملت عضل جديد. طبعا زودت من حاجات معينة، مش لازم نخش في تفاصيل يعني، بس عادي برضو واحد لازم يبقى صريح كده عشان افهمكم اللي بيحصل. الكارديو زاد، بعمل كارديو 2 مرات في اليوم، واصلا الكارديو ده ابشع حاجة. فان انا اصلا لما كنت بعمله مرة واحدة في اليوم ده كان اصلا يعني هو الكارديو بالنسبة لي بصراحة عذاب. يعني راح احس لو الواحد دخل جهنم، فاهم؟ هيخش هيلاقي ستار ماستر قدامه وتطلع عليه بقى بقية حياتك. فبعمل دلوقتي كارديو 2 مرات في اليوم، مرة على معدة فاضية الصبح ومرة بعد التمرين. وبعدين زي ما انتوا عارفين انا جبت جيم في البيت عشان نطور من البايسب الضعيفة بتاعتي اللي انتوا بتتكلموا عليها، عشان هي ضعيفة، ضعيفة جدا. فبس انا بعمل تمرين الصبح بعد الكارديو، بلعب باي، وساعات مثلا بلعب سمانة في البيت، جبت جهاز سمانة هبوريه لكم فيديو جاي. وبعدين طبعا بشتغل بقية اليوم، وبروح الجيم بقى بالليل تاني اعمل التمرين الرئيسية وكارديو تاني بالليل، بعدين برجع اشتغل. الموضوع مرهق بشكل غريب. انا طبعا مش بوريكم على الكاميرا وعلى الفيديوهات، لان انا لازم احط نفسي في موقف بان انا ما اقدرش اغزل نفسي قدام الناس. فانا لما بطلع الكاميرا مثلا وبقول انا هحقق توب 2 مثلا في بطولة فانكوفر، فانا بحط نفسي تحت الضغط، اللي هو ماشي انت قلت للناس ان انت هتبقى توب 2، فهتضطر تعمل لازم تعمله عشان تجيب توب 2. زي ما انت قلت في توب 5 اول بطولة وتوب 3، فلازم خلاص يعني لازم تسدد بقى كلامك، بقى انت بقيت معروف على كده. هو في الحقيقة اصلا يعني انا بعيد عن الكلام ده في البيت، انا اساسا يعني
مش طايق الدبان وتعبان جدا 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 ومرهق ونفسيتي بايظه خالص. فعشان بس تعرفوا الحقيقه، لان طبعا انتوا كبني ادمين لما بتشوفوا واحد فاهم بطل ما بيتعبش او عنده نار كده ودايما دايما دايما فاهم، فممكن تتضايق من نفسك اللي هو تقول هو ايه ده ما بيتعبش. لا بتعب يا عم، انا بتعب وبصراحة مش طايق نفسي، يعني مرهق جدا جدا، وحتى عيني شكلها تعبان جدا تحت النضارة. ف عندي النهاردة تمرينة رجلين تاني، وبكرة عندي تمرينة ظهر وباي وكتاف خلفي، وبعدين صدر وكتاف امامي وجانبي وتراي، وبعد كده هاخد خميس وجمعة اوف، والبطولة يوم السبت. وطبعا غير ان احنا زودنا الكارديو، لما بكلمكم على رفع المعيار، رفع المعيار اسف، الكربوهيدرات نزلت كمان، فالموضوع بقى رخم جدا بصراحة. يعني الاكل مفيش والكارديو عالي والتمرين عالي، واحد اصلا ما عندوش اصلا طاقة، يعني نزول وطلوع السلم في البيت ده بقى حوار، تفهم؟ ان انا انزل يعني مثلا من البيزمنت عشان اطلع الدور التاني دي فيها بص، يعني ما اطلعش الا لو يعني خلاص لا دخل انام، غير كده اقول لا، بقول لك انا قاعد النهارده البيزمنت اليوم كله مش هتحرك، للدرجه دي تعبان يعني. فبس ده الوضع الحالي دلوقتي، والله مش عارف افكر لكم في حاجه تانية اقولها. يعني هنروح نتمرن تمرينة رجلين دلوقتي، مفيش كربوهيدرات بقيت اليوم. هو طبعا بصراحة موضوع خرا، يعني حياتي خرا دلوقتي، بس مش هتبقى خرا ان شاء الله لو وقفت على مسرح الاولمبيا السنة دي في شهر 9، وهو ده اللي انا بحاول احققه. وانا خايف من حاجة تانية، انا خايف لان انا اتأهل وبعدين ما ادخلش عشان من كتر ما تعبان، هتبقى رابع بطولة، فصعب، صعب على الجسم برضو وصعب على النفسية. وانا اصلا يعني انا كنت حاجز اجازة على فكرة في شهر 8 ولغيتها، ف طبعا بقى عفرت بقى مع شركة التأمين، وهات رسالة من الدكتور ان هو يقول لي ان انا ما اقدرش اسافر وبتاع عشان يرجعوا لي فلوسي، فده حوار اصلا. وطبعا في كل ده انا مراتي هي اللي صعبانه عليا يعني، بس الغريب ان هي اللي اساسا بتشجعني ان انا اعمل كل ده. يعني انا اصلا كنت واخد الاجازه دي عشان هي، لان هي برضو انت عارف، انتوا عارفين بتتعب معايا في الوجبات وبتعمل وجبات معايا وكل الكلام ده، وما بنخرجش يعني، احنا بقالنا ما خرجناش من شهر واحد. انا بكلمكم بجد ما بخرجش، يعني انا مش متخيل لو كنت متجوز واحدة عربية وعملت معاها كده اوف، يعني ولا سينما ولا عشاء ولا اي حاجة، فاهم؟ فانا كنت واخد الاجازة دي عشانها، بس اللي غريب ان هي اللي بتقول لي، يعني انا بقول لها بقول لك انا مش قادر اخش، مش قادر اعمل بطولات تاني خلاص، لا بتقول لي مفيش الكلام ده، بتقول لي احنا رايحين فيجاس شهر 9، بتقول لي مفيش كلام، مفيش كلام طلع من دماغ. قلت لها طب الاجازه اللي احنا حاجزينها، بتقول لي اجازه مفيش اجازه، كنسل كنسل، انت هتروح فيجاس شهر 9. فالحمد لله يعني على الاقل النقطه دي سهله يعني في حياتي، يعني الحمد لله. بس يا شباب فده الوضع، يا ريت تعملوا سبسكرايب، وخلاص بقى الحلقه الجايه ان شاء الله يوسف يبقى معايا بقى في المطار. أشوفكم في فانكوفر بإذن الله.